إذن مشاهدينا الأوفياء، مشاهدينا شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر من هنا من موسم سيف كمال الحداوي بمنطقة بوسكورة. يعني عشاق الفانتازيا، عشاق تبوريدا، عشاق الخيل العربية الأصيلة، يعني شاهدوا معايا هاد الصور رائعة وجميلة جدا. الفرسان ما شاء الله، شاهدوا معايا هاد اللقطة هادي. ما شاء الله ما شاء الله، هاي السربة دابا غادا تمشي، هاي النوبة ديال يعني السربات، كل سربة بوحدها. شاهدوا معايا هاد الصورة، يعني هذه السربة عندها زي موحد، كل سربة عندها الزي ديالها. اسمع 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 كي تكلمات ما شاء الله، ها واحد السربة فرجية انت اسمع. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. ما شاء الله هذا فارس صغير ما شاء الله، هذا فارس باقي صغير ما شاء الله. يعني ما شاء الله هذا باقي فارس صغير، هذا باقي طفل. اللهم بارك انت. هاد الموسم هاد الموسم سميتو موسم سيف كمال حداوي، هذا قريب هذا ما بين بوسكورة، يعني حدا قريب لدوار هذا اللي كنت فيه قبيله، عين جمعة، دوار عين جمعة، قريب لدوار عين جمعة، قريب لدوار عين جمعة، يعني خويا محمد توبالي يلاه تكلمت مع ريحان 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 الاريج. هذا الموسم هذا خويا جيت دوار عين جمعة، يعني الا جيتي لبوسكوره اللي قلتي ليه قلتي لي دوار عين جمعة خويا غتكون جاي، غيبان لك الموسم اخويا، يبان لك الخزين ويبان لك تبارك الله انت، اللهم بارك. هذا الموسم هو حنا بغينا نديروا ليه اشهار، حيت حنا ما عندناش علاقه، ولكن المهم حنا صراحه باش نكون معكم صريحين، حنا صدفه قال لك رب صدفه خير من 1000 ميعاد. حنا صدفه دايزين من هنا، خدمنا واحد العمل هنا في سبيل الله كقناه الشعب، دايزين من هنا فلقينا هذا الموسم هذا ما شاء الله. قلنا حتى انتم تشوفوا معنا هذا الموسم، عشاق التبوريده، عشاق الخيول العربيه الاصيله. خويا حميد العالمي، غنعاود نقول لك اخويا حميد العالمي، قلت لك اخويا هذا الموسم في دوار عين جمعة قريب من بوسكورة اخويا. ما شاء الله شوفوا شحال ديال السربات، ما شاء الله شحال ديال السربات، اللهم بارك شحال ديال السربات. ا
تبارك الله، تبارك الله على الرياس ما شاء الله. اش من سربه هذه؟ دار 16 هذه. هاك اخويا. اه. كوسات ديالي، ياك ما كيعدش هذا. اه بلاتي، هاي. هاتي نشدك بعدا. اه هو قناة الشعب هذه راه جيت لهنا. اه قناة الشعب. اه جات حتى عندك اخويا. اه قناة الدرويش مسكين. اه يا بلاتي انا معاك، بلاتي خليك معايا. اه ما شاء الله، اللهم بارك. اه بسم الله الرحمن الرحيم، معك سعيد عتيق سربة دار بوعزة العاتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا في هذه المناسبة نحتفل بموسم بوسكورة في السيف الحديوي مع الحاج القادر، مع الحاج القادر غزلان، أول دورة. وكاين واحد الموسم في مستوى هائل، والناس من الخير كاينين فيما يخص واحد العشرة ديال السراب، كاين واحد تنظيم هائل، وكاين واحد الجو ديال تلوريدا، والحمد لله جميع الخيالة ناشطين، وحتى من العود سمعها راه سمعت شنو كيدير. نشاط. وسيدي كنشكروك وكنعطي الكلمة للسي معروف ولا السي عزيز واحد فيهم. السلام عليكم، كيداير اخويا بخير؟ لاباس عليك خويا؟ الله يحفظك. كنشكرو شوف تي في وكنشكرو هاد الناس هادو اللي داروا لنا هاد المهرجان وهاد الموسم اللي حيوا لنا هاد الذكرى ثلاث سنين هذه في هاد المرض ديال كورونا. تحرمنا من هاد الخيل وهاد التبوريضه وهاد المواسم، وكنشكرو هاد الناس ديال الحديوي الله يجازيهم بخير، ساهموا وداروا المجهودات ديالهم وجمعوا هاد الناس هما للخيل بهاد المناسبه، وهاد هما للخيل المناسبه والفراشة ديالهم هي هاد التبوريضة وهاد الخيل. وكنشكركم اخويا وكنشكروا شوف تي في، والله يحفظكم اخويا ولله يخطيكم، وراكم قناة ديالكم قناة ديال الدراوش، الله يخطيكم. شكرا شكرا، الله يكبر بك. شكرا، الله يكبر بك خويا، الله يسخركم. اذا كيف ما شفتوا معنا مشاهدين شوف تي في، هادو سربة، يا قلتي سربة سربة عتيق سعيد ديال دار 16 دار بوعزة. يعني غادي غديروا شي تحريك دابا، إذن غادي يقوموا بشي تحريك دابا إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، غير صراحة باش نكون معكم صريح، راني واقف هذا الخيل وبخلوع. ما كتعرفش رد الفعل ديال الخيل كيفاش داير. إذن هذه صورة جميلة. آه لا مرحبا، الله ودي الله ودي الله ودي، مرحبا. ما شاء الله ما شاء الله، هذه ما شاء الله، هذه كيما شفتوا معايا. خذ خذ انت. اه شوف قول لي انت شي واحد نخلي لك صافي. قول لي ماش محصول مو إذن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كما قلت دائما عشاق تبوريضة، عشاق الفانتازيا العربية والمغربية، عشاق الخيول العربية الأصيلة. هذا هو صراحة. شو ما شاء الله العود البيض، اللهم بارك اللهم بارك. شو شو ما شاء الله، الفرس الفارس العربي الأصيل ما شاء الله. هذه هي الوقفة، هذه هي الوقفة. تبارك الله خويا العزيز، تبارك الله خويا العزيز. هذا اش من نوع هذا؟ كنت مزرق واخا هو بيض، تبارك الله كنت مزرق. اللهم بارك. اه 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 قمري قمري. هاك عطيني المعلومة هذه خويا العزيز. دابا في الاول، في الاول كيبدا بحال الدهم، كيتسمى كنقولوا ليه حنا دهم، شوية كيبدا يزرع، شوية كيحط حط الريال، شوية كيتقمرة. هذا قمري دابا. دابا قمري دابا. اه
شحال في عمره دابا تقريبا؟ تقريبا في عمره 14 عام. 14 عام؟ اه. ما شاء الله، دابا صاحبك خوك فيه كلشي. كلشي فيه، كلشي فيه. كلشي فيه اخويا. يعني دابا واخا يعطوك ما يتبدلوش. ما يتبدلوش، راه عندي جدع وما ركبتش عليه وجيت راكب عليه دابا، وراه جدع محطوط وما ركبتش عليه. العلاقة ما بينك وبينه علاقة تقريبا شي 12 عام. لا العلاقه اللي بينه وبينه واش كيحس ندخل للدار يحنحر عليا يعرفني راني جيتي وماكله وقت الماكله اه يجي راني دخلت للدار الدار دابا كيعرفوني احساس ما كيتوصفش والو دابا لا حنحر العاود كيعرفوني الدار دخلت للدار كاين دابا عاود هاد كاين انا ضاربو عزه هنايا اه جيت دار 16 انا مع السربه ديال مع السربه ديال عتيق سعيد الا بغيتي تقابل هادشي هذا خصك شويه مقابله بزاف وخصك تقابليه وليه مرادي تحصار بزاف الحوايج كتشاركوا في السربات كتشاركوا في دار السلام في كلشي كنمشيو نركبوا مع السربات اخرين ولكن السربه ديالنا هي عتيق سعيد لا انا مثلا السربه اللي متميزه مثلا ربما دائما كتجيك اولى مثلا كاين شي سربه كاين شي سربه متميزه البارود هذا تيسير الله لا ماشي متميزه كنقول زعما مثلا ندي بطولات حيت كيكونوا السربات مثلا معروفين لا دابا بطولات بحال دابا عندنا في السربه ديالنا كاينين سبعه الدراري مدينة كلهم مدينة الذهبيه مدينه في الجديده ومدينه في دار السلام يعني كاينين آه. حاضرين اه دابا ملي كيبغيو يديروا هما البطوله بحال سميتك كتمشي لدار السلام كيبداو يعزلوا الدراري كينقبوا الدراري اه فهمتي ما كيديوش ما كيديوش عاود واحد كينقبوا فهمتي كينقبوا الدراري دابا صاحبو مشى اه صافي سير الله يحفظك سير شكرا شكرا اذا شتو معنا ما شاء الله اللهم بارك هذا قمري كيتسمى عاود قمري شو ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك شوف المغرب والله العظيم الى الحمد لله الى فيه شي حوايج ما شاء الله ما شاء الله راه كيف ما قلت لكم ما شاء الله راه واخا انا راني تجلخت من عاودت لكم راني تجلخت مزيان ولكن في سبيل مشاهدينا الاوفياء باش كما قلنا دائما كنكونوا عينيهم اللي كيشوفوا بها ورجليهم اللي كيمشوا بها لبعض الاماكن اللي ما كتحسن فرصه انهم يوصلوها فكنحاول ان نوصلوها لهم صوت وصوره. اذا ما بقى لي نودعكم على امل اللقاء بكم في بث مباشر على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر الى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي هذا محدثكم ومراسل شوف تيفي مصطفى القرناوي من هنا من هذا الموسم موسم سيف كمال حداوي يحييكم الى اللقاء